دكتور أمينة متبنى رئيس مركز البحوث الزراعيه. النهارده توقيع بروتوكول تعاون مستمر بيننا وبين اكاديميه البحث العلمي بغرض النهوض بالمحاصيل الاستراتيجيه لتقليل الفجوه الغذائيه لتوفير الامن الغذائي لمصر من خلال توقيع 3 حملات قوميه لمحصول الرز والذره والقطن. زيادة الإنتاجية، توعيد المزارعين، نقل التقنيات الحديثة للمزارع، زيادة الإنتاجية، بالتالي قلل الفجوة الغذائية لهذه المحاصيل. لا، احنا في تعاون مشترك بيننا وزاره البحث العلمي كمركز بحوث زراعيه في جميع مشروعات القطاع الزراعي. في تعاون دائما بيننا وبين اكاديميه البحث العلمي. وزاره التموين في تعاون اخر بقى بيننا مع عمليه التسويق وعمليه، يمكن انت واحنا في التوقيع قلنا اتكلمنا ده ان وزاره التموين لها دور مهم اخر في تسويق المنتج الزراعي. العفو.